السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى لكم كاملين بكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. الان كنتواجدوا في جهه ديال الكزنايا شواقرش، كاين واحد 500 وشي حاجه متر، يعني كاين خمسه د الطرفة، كل طرف 100 متر وشي حاجه، هي ديك 103 106 متر، كاين خمسه ديال الطرف. صافي انا كنبين لكم الاتجاه، هذه كامله ارض ودايرين بها ديك الزناقي د 4 متر، هاد خمسة طروفة كاملين دايرين بها الزناقي د 4 متر. هادي كاملة أرض، هادي كاملة اتجاه ديالها. تا شفتو من معنا اشتراك بارطاجي، واش كتصلو دائما بالجديد ودائما بالهميزات. غادي نوريكم هنايا غادي تكون زنقة اتجاه هاد مع هاد بوطو خضر، مع هاد بوطو خضر هذا، من هاديك راهو فين هو، شوف هاد بوطو خضر هذا، من هذا غادي تكون الزنقة، من هاديك راهو، هذا الزنقة، وغادي تمشي فحالة هايلة، غادي تمشي فحالة الزنقة مع هاد الإتجاه هذا، صافي. شي فحال نيش انا هذه الجهه ديال الكزنايا كيقولوا لها شواقرش، صافي كما كتشوفوا الدنيا هنايا هنا. صافي تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش من بعد نعطيكم الثمن، نعطيكم التفاصيل وكل شيء. الاثمنه غادي تجبروها في الشاشه، في شاشه الفيديو. صافي دابا حنا الان كنتواجدوا في الارض، الارض قلنا المساحه ديالها 500 وشي حاجه، خمسة طروفة، يعني كي كل طرف فيه 100 وشي حاجة، ما كيتقطعوش 50، يعني كل طرف 100 متر وشي حاجة، قول يجي كل طرف يجي في هذيك 108 107 متر 100 وشي حاجة. هي هذه الأرض كاملة هذه اللي كنتواجدوا فيها، هي 500 وشي حاجة فين كاينة دابا حنا، غادي تتقطع تتقسم خمسة ديال الأجزاء، خمسة ديال الطروفة. وغادي يكونوا الزناقي بيناتهم، هاد خمسة طروفة يكونوا الزناقي، غتكون الحومة، بحال دابا هادي زنقة مجا هايدة، مجا بحالا هايدة، مجا هايدة، هايدة، بحال دابا هادي زنقة، شوف، فحال من هاديك راه هي، من ديك الحديدة. من ديك الحديدة راه هي فين هي تكون الزنقة، الزنقة ماشية بحالها هاي، وهادي هي الأرض. مي إلا عجباتو يتواصل معايا نجيبو ديريكت نعمو الأرض، تفاهمو مع بعضياتكم، أنا كنبقى وسط. صافي أخوتي إلا عندو شي نوع د العقار شي حاجة مزيونة بحال هادشي لي كنلونسي في القناة ديالي، شي حاجة نقية مزيونة يتواصل معايا، شي بارطما شي فيلا شي أرض. صافي اخوتي بحال هادشي اللي كنلوصي، شي حاجه مزيونه ونقيه ما فيها شي مشاكل، شي حاجه فيها مشاكل الله يجازيكم بخير ما تعيطوليش وما تدخلونيش في المشاكل ديالكم. صافي اخوتي شي مكان، حيت انا القناه ديالي كخصني تستمر وتزيد من قدام، الحاجه اللي فيها مشاكل ما عندي ما نعمل بها، حنا كنتعاملوا مع الناس اللي معقولين ما فيهم شي مشاكل. شي مكان اخوتي، قطعه مزيانه الثمن ديالها مناسب، غادي تجبروا في الشاشه، واللي بغى يتواصل معايا مرحبا على الرقم التليفون ديالي حتى هو في الشاشه. هنا كيعطيو الرخصه كما كتشوفوا، هادو كاملين بنيين بالرخصه، وي هادو كاملين يكونوا الزناقي ديال 4 متر، هادي تكون الزنقه مول الارض، الناس معقولين والناس معروفين هنا بزنا. اللي بغى يتواصل معايا نبدا حتى انا عند السيد، الناس معروفين هنا. صافي هادي تبقى الزنقة، هادي اللي هو داك كامل الزنقة، هيدا تهود الزنقة، تهود بحال الاتجاه هذا حتى الرافينة، صافي كاين ديك البوطو راه هو فين ديك الحديدة هادي. صافي في منطقة كزنايا شواقرش، هادي هي كاملة الأرض، كامله الارض كما كتشوف، هذيك هي الزنقه ماشي بحالك نيش. ها الزنقه نزيد ناكل لك باش تعرف الزنقه كما ورانا السيد، شوف هذا الطوبو هذا كيمشي بحالك نيش عن هايدا، ها
ماشي بحالك هذه، هذه الزنقه قلت فيها واحد 4 متر وهذه صافي، وهاد 5 قطع ارضيين يعني كاملين يكونوا دايرين بالزناقي ضربه مفصلين، ها بالزناقين هايدا الاتجاه هايدا. هادي اللي عندها فرشاده، هادي جوج فرشادات هايدا، وهادوك اللي انت داخل كلشي تحت شوف الاخرين كاملين عندهم فرشادات هايدا، وهادي عندها جوج الواجهات، عندها من الزنقه ومن الجهه الليه هذا، دابا هادي التشوكه جات عندها هايدا هايدا وجات عندها هايدا، عندها جوج فرشادات صافي. لو غادي توصل معايا مرحبا، تما كتشوفوا الارض جات موقع مزيون وجات مهزوزه مفجه، ما جاتش غارقه في الواد ولا شي حاجه، جات مهزوزه جات مفجه تما كتشوفوا هنايا كيعطيو الرخصه وكلشي، هادو كاملين بنيين بالرخصه ها. صافي اخوتي اللي بغى يفوز، اللي بغى يفوز بشي طريف يتواصل معايا مرحبا، ونجيبو ديريكت نلاقاه مع السيد، مجرد كنبقى غير واسط، اللي بغى نجي نوريها الارض وندير ديريكت مع المولاه. الناس المعقولين، الناس اللي عمرها سلعه معروفين هنا بالزنان، هادي الجهه كيقولو لها شواقراش، شواقراش الارض ديال الوراثة، الارض ديال الوراثة ما عندك مين تخاف، اسمع ابان عنجد شي حاجه ديال الوراثة ما عندك مين تخاف، كل واحد بالوراق ديالو متنازلين بعضياته، كل واحد بالوراق ديالو، كل واحد بالوثائق ديالو، كل شيء ديالو ما عندك مين تخاف، تسعود نفس كل واحد شابر الوريقه ديالو، تسعود ديال الاشخاص كل واحد شابر شابر هادي ديالو قطعه ديالو. هادي الجهه كامله شواقراش، هادي كامله شواقراش، هادشي اللي كتشوفو كلشي يتسبن، هذا حتى واحد عامين ثلاث سنين راه تجبرو الدنيا كامله تبارك الله عمر، هادشي ما كاين. نمشيو خوتي تبعو معايا تنخرجو من الشارع، متنساوش تعملو معنا اشتراك بارطاجي باش كتوصلو دايما بالجديد دايما بالهمزة، تجبرو ان شاء الله الحاجه اللي تناسبكم. صافي قلنا كاينين خمسه ديال القطعات، جاكم انا عند السيدة تختارو القطعه اللي بغيتو توكلوا على الله. غير هذه قلنا الزنقه غادي تبقى بحال ديكور د هيدا، شوف هاد الحديده هادي عندك بوطو راهو، هادي تكون زنقه هيدا، شوف هادي الزنقه تناوض فيها، دابا حنا هوادين في الزنقه، دابا هادي كامله الزنقه اللي هوادين فيها، ايه الدنيا كتعمر معروفه، طنجة تبارك الله كتزيد تعمر، هادي منطقات كزدنايا شواقراش. يعني من هنا الشارع الكبير شحال تكون مثلا على رجلنا؟ من هنا الشارع الكبير من دخلنا؟ داخل الشارع الكبير هو الطريق عاديه، الطريق هذه غادي زفتوها زفتوها في هذا العام هذا الاخر ديالها غيعدلوها في راسي انا، هاي داك قول واحد 15 دقائق عندك من هنا الشارع الرئيسي الكبير من دخلنا، هذا الحد ديالها ورا هادي ما مرش ماشي يا مرش ماشي، قول لي رش متى هي؟ هادي معروفه هادي، هادي الحد ديال هادي الحد الارض تن فوق، هادي دناس، هادي دناس، هادي الزنقه طالعه من هنا، هادي الزنقه اللي طالعه من هنا. صافي هادي نهايه نهايه هادي كامله الارض، صافي خرجوا في حالنا، خرجوا في حالنا نوريكم الداخله من دخلنا، هادي الداخله من دخل صحيح، دائما كننزل الحاجه منوعه في القناه، يجي شي نهار تلقاو شي حاجه اللي ان شاء الله اللي تناسبكم، كتشوفوا الناس يعني الناس باينين ماشي الناس قدامين ساكنين هنا، ولا بغيتي تطاشر نتكلف لك بها عاود موجود، الناس معقولين ومعروفين هنايا، انا قلت لك الارض ديال الوراثه شي حاجه ديال الوراثه ابان عن جد، والناس ولاد بلاد قدام من هنا ومعروفين كلشي، حنا الطوموبيل جبناها حتى هنا صافي، ورا فينا تيكون الشارع، الشارع ديال الطلاشيا شحال في هذا الشارع اللي داير تيكون تما هذاك 12 ولا 16 كتسمى، هذا هو الشارع الرئيسي اللي داخل شواقراج، هذا غادي يدي تم بني سعيد، شوف شوف هذا الشارع اللي غادي يكون، قال لك اما ديال 12 متر اما ديال 16 متر، هذا الشارع الرئيسي شنو هذا دابا فين هو هادي حنايا، هادشي كلشي غيكون زناقي،
هاد الشارع هذا غادي زحتو هذا العام الاخراني ديالو. هاد الشارع هذا شوف هذا غادي يمشي حتى بني سعيد غادي يمشي حتى هاد الشارع هذا كما شفتو هذا. دابا هذا مشينا فحالنا نيشان طريق مين جينا نخرجوا على بدريو وهاد الشارع هذا غادي يدينا بني سعيد يدينا بني سعيد ها الصاري ديال التوفيق وانا نكبركم الصاري ديال التوفيق ها واحد البوز ديال الضو عاد نزلوه باقي جديد ها هو باقي كيبناوه شي يعني الدنيا كتكبر ورا الدنيا معروفه كتكبر صافي اللي بغى يتواصل معايا مرحبا. هذا هو الشارع قلنا غيكون اما ديال 12 ولا ديال 16 شوفوا الدنيا باقا كتكبر خوتي كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في القناة وشكرا بزاف سوشيال اشتراك بارطاجي وتوصلوا دائما الجديد توصلوا ان شاء الله الحاجة اللي تناسبكم وتعجبكم والسلام عليكم.